التونسي التونسي والتونسي والحارس فرصة هدف الدقيقة في الدقيقة الرابعة، فرصة هدف لصالح النادي الافريقي الدقيقة من ضحين، محاولتين ورا بعضهم، محاولتين لصالح النادي الافريقي مرة أولى بالنسبة لكأس الأبطال ومرة ثانية بالنسبة لكأس الكؤوس، وبالنسبة لي في البطولة متاعه تنتهي بعد أسبوعين من الآن، وهو إلى حد الآن متحصل على المرتبة الثانية. هجوم آخر صالح النادي الافريقي، تتعدى الفوزي الرويس من عند لطفي، فوزي فوزي يتعدى فوزي من اثنين، ثم مخالفة والحكم هناك توتي توتي، عملية واحدة اثنين ممتازة، هنا العملية وخروج كيفومبي من جديد، ثم تسلل حسب مراقب الخط غفير جدا هذا اليوم رغم الامطار. نزلت قبل المباراه تلعب بالركنيه، النصري لطفي الرويسي، النصري من جديد، النصري يوزع، النصري وقف اخويا، وهيله من الحارس، باهيه من عادل السليمي وباهيه من الحارس موكازا، قلت باش نتبعوا الحارس هذا، بالرغم من انه يعتبر الحارس الثالث في اوغندا، الحارس رقم ثلاثة في أوغندا مش حارس الفريق المنتخب. وتمشي ميشيزي، ميشيزي من جديد لطفي الروس، طويلة في اتجاه لطفي الروسي، فوزي الروسي ياخذها تواتي تواتي تواتي، ومخالفة مخالفة وسط لصالح الفريق الأوغندي عن طريق كاتو، وقوية والحارس مرة أولى مرة ثانية والحمد لله انها مرت سلامات، والحمد لله انها مرت سلامات. 17 دقيقة لعب، حذاري من الهجومات من هذا النوع، شوفوا لي عاد توخذ مباشرة، وزيد برقاوي فوزي فوزي الرويسي البرقاوي باهي باهي العملية، تخرج الكرة تواتي تواتي يخرج الكرة والدفاع وركنية بكرات قصيرة بكرات أرضية، الدخول سهل، هذا الاستنتاج الأول، بكرات عالية طويلة لا فائدة في المحاولات، ربما هذا هو الاستنتاج الأولي من المحاولات اللي شاهدناها ولا فائدة في المراوغات أيضا. ينقص فوزي الرويسي، فوزي الرويسي حلوه الكره نتاعو في اتجاه لطفي الرويسي، لطفي الرويسي يخرج ركنيه ذكيه ياسر من فوزي الرويسي، التمريره ممتازه جدا في اتجاه شقيقه، مره اخرى تؤكد ان التمريرات القصيره والحارسي والحارسي في 27 دقيقه البحارسي بالراس، المدافع البحارسي يفتتح النتيجه لصالح النادي الافريقي، 27 دقيقة الإبطال بحاسم الراس، والهدف الأول في هذا الدور النهائي ذهاب لكأس أفريقيا للأندية على البطل، 1-0 لصالح الأفارقة، والجو خليكم مع الجمهور كيفاش، من 20 متر يعدل، قلت رقم 8 ورقم 9
في 31 تعديل النتيجة. هدف بتبيع. شوفوا لي عادة، شوفوا لي عادة، شوفوا مش زي هو كان في الانطلاق والعمل عملية 1-2 ومن 20 دقيقة لعب بالقوي بقوة بقوة يغلط الحارس الأمامي. هدف كما هكا المحافظة على الكرة مع لاعبين من هذا التراث. ستعدى الكرة في اتجاه التواتي والمدافع يخرجها ركنية. مساند النادي الافريقي سمير سلمي، سمير سلمي يتعدى بالكرة و التواتي التواتي سلمي وعادها لتواتي. تواتي راوغ و يضاعف النتيجه لصالح نادي الافريقي في 44 دقيقه لعب. وطبعا هذه خاصيه التواتي واللي يعرفوا الكره مليح في ملعب كما هكا في ارضيه مبلله، لكن اللي احنا قبل نقولوا طمزه هذيك اللي تدخل بها الكره للشباك في مكانها. تتلعب بين اثنين لوتشي الرويسي، لوتشي الرويسي ورزع والمحايسي تتعدى تتعدى. شكون جا ياخذها الكره؟ ياخذها مغاريا، مغاريا مغاريا من جديد ولا الدفاع وما زالت الكره وقلبها تمشي جانبيه. محاوله فوزي الرويسي، فوزي الرويسي مخالفه، فوز الرويسي مخالفة لصالحه بعد دقيقة ونص لعب في الشوط الثاني تقريبا من خط 18 متر. والتغيير بدا يقرب نتاع صبري البوهالي، ربما فما في حتى نرجعوا للنقطة هذه. تتنفذ المخالفة مباشرة ورجع عن طريقة الحارس من جديد. النصري باين فوق المرمى، محاولة تهديف ممتازة. النصري عملية 1-2 توصل للتواتي. فوزي الرويسي، لطفي الرويسي، لطفي الرويسي نشقق فوزي، فوزي على اليسار، فوزي الرويسي يعديها نشقق من جديد. ضرب الجزاء، ضرب الجزاء، ما ثماش كلام، ضرب الجزاء ما ثماش كلام، ولو انه الحكم قال لا، اما قوانين الكره واضحه. من جديد الكره صح نادي افريقيا. فوزي الرويسي، فوزي الرويسي ثم مخالفه، هذه مخالفه واللي قبلها ضرب جزاء. ما ثماش كلام، ما فيهاش نقاش. سمير سلمي، سمير سلمي ولطفي الرويسي وحديث بيناتهم، مش يلعبوا عملية 1-2. تتوزع والهدف الرابع، الهدف الرابع. في 13 دقيقة لعب في الشوط الثاني، أربع أهداف وقبل هدف. أربعة واحد.
خمسة على خمسة المقايسة إلى حد الآن. زوج أهداف تدخلات رفيعة، وهاي الإعادة تاع الهدف الرابع. بيخرج الساق من عادل السلمي بالخارج. بلله. ناصري صبري بوهالي، فوزي الرويس صبري البوهالي يقذف وترجع، والهدف الخامس، الهدف الخامس عن طريق فوزي الرويسي، الهدف الخامس في 34 دقيقة لعب، 34 دقيقة لعب، الهدف الخامس عن طريق فوزي الرويسي، فوزي الرويسي هدف خامس يعتبر الضربة القاضية. وفوزي الرويسي طلبنا انه باش يسجل بعد غياب طويل عن الملاعب. شوفوا الإعادة وشوفوا قوة القلبة الأولانية من صبري البوهالي، ترجع من حسنة وقلبة قوية ياسر في مكان صعيب ياسر، يجيب الهدف الخامس الصالح الإفريقي، نفذ الركنية وتجيب واحدة أخرى رابعة، تجيب ركنية رابعة استماتة كاتو، هو نفس اللاعب اللي باش يقوم بالإعادة الركنية، تتنفذ من جديد والحكم يقول هدف، الهدف الثاني في 36 دقيقة لعب، قبول هدف في وقت كما هذا لا، كان ثم هدف ما كانوش تقبل، ما عندوش حتى تفسير. أربعة مدافعين، فوزي الرويسي، لطفي الرويسي في اتجاه البوهالي، البوهالي البوهالي ولا إذا ضربة جزاء، ما قصرش الحكم، ما قصرش بحق، ما قصرش بحق، أقولها بكل صراحة، حكم هنا أيضا طبق القوانين الجديدة بكل أمانة. احنا برشا منذ حين كنت نقول راه ثم ضربة جزاء ما تظفرهاش النادي الافريقي، صحيحة موجودة وهذه زادة موجودة، هذه أيضا موجودة، هاي الإعادة، شوفوا الإعادة، وصل الالتحام بينه وبين الحارس والقانون يقول ضربة جزاء، وزيدكم أكثر بالنسبة للقانون هذايا كان في التنفيذ لطفي الرويسي لطفي أو فوزي الرويسي، لا فوزي الرويسي هو اللي يتقدم، فوزي الرويسي يقدم ويسجل، فوزي الرويسي يسجل، فوزي الرويسي يضيف الهدف السادس، فوزي الرويسي في 40 دقيقة لعب من الشوط الثاني يضيف الهدف السادس 6-2. طبعا فرق 4 أهداف، صعب جدا باش نلقاوها هذه في نتيجة كما هذه، باش نلقاوها في دور نهائي بتاع كأس أفريقيا للأندية البطلة، يبدو لي أنه صعب جدا 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 وجود مثل هذه النتيجة. وفوزي الرويسي هدف نتاعو ثاني، كنا طلبنا منه هدف جاب اثنين، ضرب طبعا عندما نقوم بنقد حكام كذلك وقت يقوموا باشياء طيبه نقولوها من هنا ومن غادي. قمت هذه البنزرتي، الكاس الافريقيه الاولى بالنسبه لكاس الكؤوس، والحكم التوغولي السيد كواسي يزفر النهايه 6-2. واعطيتكم الاهداف كيف سجلت سيدتي وسادتي، شكرا على المتابعه وأجمل التحيات من رضا العودي، وإلى اللقاء بإذن الله في مناسبات رياضية قادمة.